بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقه السابعه من مراجعات اللي بنحل فيها اسئله على السيمي كوندكتورز. هنحل النهارده ايه؟ هنحل النهارده اسئله على بارت 5، ولكن من الشيت. هنحل اسئله الشيت كلها، يعني يعتبر كلها هي الاسئله المهمه. الباقي حليناه، كفاضل كام سؤال، خمس ست اسئله كنت اصلا حللهم في الاسئله اللي في الحلقه الثلاث حلقات اللي فاتوا. فالنهارده هنحل من سؤال 61 لحد سؤال 75، وانا هكمل معاك باذن الله بنفس الطريقه، وهنجيب اسئله الدروس اللي فاتت ونعيد عليها تاني. فركز معايا، النهارده هنحل ايه على بارت 5. تعالى اول سؤال في الشيت، سؤال جميل جدا. محتاج تكون فاكر الجراف اللي شرحناه في اول الدرس خالص بتاع بارت 5 ده. لو انت ما سمعتش الشرح فمش هتفهم حاجه من اللي انا بقوله دلوقتي. طيب زي الفل. بيقول لك عندنا اليو البوتنشال انرجي كدالا في الار، مديها لك بتساوي سالب اي على ار، سالب ثابت على ار يعني، زائد بي على ار باور ام. طيب البوتنشال انرجي طالب مني ايه؟ عايز الايكوليبريم سيبريشن، المكان اللي عنده الفورسز توتال الفورسز بيساوي صفر. طب ما الفورس دي عباره عن ايه؟ دي يو باي دي ار، صح كده اهو. لو الفورس بتساوي صفر معنى كده ان انا دي قيمه ايه؟ مينيمم. يبقى انا محتاج اجيب المشتقه واساويها بالصفر، لان عند الار نود بتكون توتال الاف، توتال الاف بتساوي صفر، يعني المشتقه بتساوي صفر، يعني اشتق المعلم ده وساويه بالصفر، هتجيب الار اللي هي ار نود. الار عند الاف بتساوي صفر بيبقى اسمها ار نود، هي دي الار اللي بيحصل عندها ايكوليبريم او اتزان، واللي بيكون عندها الرابطه مهيئه ان تتكون. طيب تعال نشتق ده كده اهو، يبقى سالب ايه، هي اصلا سالب ايه في ار باور سالب 1 زائد بي في ار باور سالب ام، ده اليو نكتبها بشكل انظف يعني. اشتق بقى كده اهو، اما تيجي تشتقها ثانيه، الدي يو باي دي ار هتساوي نزل باور، يبقى موجب سالب سالب موجب يعني ايه في ار باور، اطرح منه واحد يبقى سالب 2 زائد البي نزل باور يبقى سالب ام، اطرح منه واحد بس كده، اضرب في مشتق ار مفيش مشكله يعني. طب ساوي ده كله بالصفر بقى، لان احنا قلنا ان التوتال كله بيساوي صفر. طيب اختصر الشكل ازاي؟ تعالى اقول، هتقول ان ايه على الار تكعيب على الار تربيع بقى اللي هي دي ار تربيع زائد او ناقص، خلينا ناقص بقى، ناقص بي في ام فار اس سالب ام ناقص واحد، الكل بيساوي صفر. اضرب كله في ار تربيع، تبسط الدنيا بقى، الاي بيساوي طلع دول بره كده واضرب في ار تربيع هيساوي بي في ام في ار. لما تضرب في ار تربيع هيبقى الاثنين مع السالب واحد يدي لك سالب ام، ويدي لك معاها ايه؟ موجب واحد. يبقى الار بتساوي ايه؟ الاي على البي ام، اقسم على الثوابت كلها، الار بتساوي ايه على البي ام، الكل باور كام؟ الكل باور ايه اللي بالكسر ده، يبقى تحط تحت في المقام 1 ناقص ام وفوق 1، هو ده الار اللي بنسميها ار نود، هي دي ار الاتزان. حتى ممكن ابقى اكدك من الاجابه ان شاء الله لو ايه جينا نحل يعني. خد الار دي بالظبط واطلع عوض بيها في معادله اليو، هيدي لك اللي هي ايه؟ اليو اللي بيحصل عندها الرابطه. ما احنا جبنا الار اللي بيحصل عندها الرابطه، يبقى لو عوضت في اليو هيجيب لي اليو اللي بيحصل عندها الرابطه. ايه الطاقه اللي بتكون متكونه بيها الرابطه؟ بنسميها الايونيك بوندنج انرجي او البوند انرجي على بعضها، طاقه الرابطه، هي دي المينيمم يو، هي اقل قيمه لليو. لو عوضت مكان الار دي اللي احنا لسه جايبينه تحت ده هيطلع لك قيمه ثابته كده في الثوابت بتساوي ايه؟ هي دي اليو اللي عندك او الطاقه بتاعه اليو. طبعا مفيش رسم في الامتحان، او لو حتى جاب لك رسم بيقول لك ارسم الاتراكتيف والريبالسيف بتاع اليو. طيب ما الشكل بتاعها مألوف، الشكل بتاعها احنا قلنا لما يكون التو بارتكلز بعاد عن بعض جدا بيبقى مفيش قوه، بعدها تبدا تظهر قوه تجاذب، التجاذب ده بيبقى اتجاهه لتحت، وبعد كده في نص المشوار كده بيبدا يظهر التنافر، التنافر ده بيطلعنا لفوق، والتوتال بتاعهم بيبقى حاجه بالشكل ده، بيبقى شبه ده في النص بتاعه بس بينزل لقيمه مينيمم لو انت بترسم جراف الطاقه، وبعدين يطلع يبقى شبه ده في النص بتاعه بس كده. القيمه المينيمم دي بتحصل عند ار نود، هو ده نص الريبالسيف وده نص الاتاك. شكرا كده السؤال الاولاني خلص. نيجي على السؤال الثاني، بيقول لك عندك بلين وهات لي الميلر انديسيز بتاعته. السؤال ده فكره من اهم الاسئله عشان تجيب لي بلين بالمنظر ده، في مشكله كبيره. اول حاجه بندور عشان نجيب البلين الميلر انديسيز بتاعته بنشوفه بقطع المحاور فين، فهنا هتلاقيه قطع الزد في خط مش في نقطه، فانا هقلب ايه؟ ما مش عارف اصلا القيمه، قطع في قيم كتيره جدا. فايه الحل؟ قلت لك في الحلقه اللي فاتت اول ما تلاقي حاجه شبه كده خد المحاور دي بنفس شكلها وانقله في مكان تلاقي عند المكان ده القطع حاصل مباشر. زي ايه؟ لو خدت ثلاث المحاور دي الثلاثه قمت تنقلهم هنا، هيبقى عندك هنا اكس وهنا واي وهنا زد، عاديه خالص صح كده اهو. ايه اللي حصل بقى لما انا عملت كده؟ بقى المحور اكس انا قطعه فين؟ قطعه في المكان ده، مكان مباشر، والمحور واي قطعه في السالب ولكن في مكان مباشر وموازي للزد. الله عليا زي الفل. المكان اللي قطعته في الاكس عباره عن كام؟ عباره عن واحد بالموجب. طب اللي قطعته في الواي عباره عن واحد بس بالسالب، يبقى سالب واحد. طب اللي قطعته في زد ما قطعتش حاجه في زد، يعني قطعتها عند انفينيتي، ده القطع بتاعي. اقلبهم كلهم ويجيب لك الايه؟ الميلر اندسيز. يبقى واحد على الواحد يديك واحد، واحد على السالب واحد يديك سالب واحد، يعني واحد بار، واحد على الانفينيتي يديك زيرو. يبقى الاجابه واحد وواحد بار وزيرو. سؤال غايه في الخطوره اهو، الاسئله دي هتيجي منها في الامتحان، اللهم هل بلغت. ولو انت متابع الحلقات اللي فاتت فانت المفروض فاهم الكلام ده. طيب او مش فاهم وانا اللي عيب فيا بقى. بعمل اللي عليا والله، او على قد ما اقدر يعني.
بسم الله. بص يا عم، عايز المدى الانسيست على المستوى ده، قطع هنا عند ايه؟ عند 3 ايه؟ عند ايه؟ طيب اقلبهم، يبقى واحد على الايه؟ اللي هي بتاعت الاكس، وبتاعت الواي واحد على 3 ايه؟ وبتاعت الزد واحد على ايه؟ طب انا قلت لك ينفع تضرب كله في رقم ثابت، اضرب كله في الايه؟ هيبقى هنا واحد وواحد على 3 وواحد، طيب ما لسه في كسر، فاضرب اضرب في 3، يبقى 3 وواحد و3، هو دي الاجابه، 3 و1 و3، هو ده الميلر اندسيز بتاع المساله الجميله هذه. نيجي هنا بقى اسئله اختر. ممتازه ممتازه، توقع ان يجي منها حاجه في الامتحان. انا بتوقع ان يجي حاجه منها في الامتحان. بيقول لك هنا اسئله بسيطه جدا يعني، على الروابط، انواع الروابط والكلام ده. بيقول لك الرابطه اللي بتحصل ما بين ذرات مختلفه نتيجه انتقال الكترونات التكافؤ بين واحده من واحده لاخرى. طب دي الايونيك، الايونيك ما بيبقاش فيها تساهم، ما بيبقاش فيها مشاركه، يبقى واحد بينتقل من ذره يروح لذره ثانيه، الكترون بينتقل من الذره الاولى يروح للذره الثانيه عشان يوصلوا الاثنين لحاله الاتزان، فدي بنسميها الايونيك بوند، لازم تبقى حافظ الكلام ده. طب ايه بقى هي نوع الرابطه اللي بتحصل نتيجه الالكتروستاتيك فورس بتوين فري الكترونز اند بوزيتيف ايونز؟ دي خطيره خطيره جدا. مين الرابطه اللي بيبقى فيها قوه، اللي بتتكون رابطه يعني قوه تجاذب، في حاجه ماسكه في حاجه، فمين مين الرابطه اللي بتكون فيها الالكترونات الحره ماسكه في ايونات موجبه؟ طب ده يحصل ازاي؟ لما يكون عندي حاجه موجبه اهي تفقد الكترون، يبقى عندي الكترون حر كده اهو وايونات موجبه، ده بيحصل في الميتاليك، كل ذره فقدت الكترون وذره ثانيه فقدت الكترون كمان، فتكون سحابه او بنسميها سي اوف الكترونز، بحر من الالكترونات، وفي معاه في وسط البحر ده حاجه زي الجزر كده اللي هي ايه؟ الايونات الموجبه، الايونات الموجبه متماسكه مع البحر ده اللي هو السوالب، السوالب ماسكه في الموجب والموجب ماسك في السالب، بس بشكل شبكه، عامله شبكه كده ماسكه فيها الموجب ده كله بالبحر اللي هي عاملاه بالالكترونز اللي الحره، فده بيحصل فيه الميتاليك بوند. الميتاليك بوند. طيب نيجي على السؤال، على الاسئله اللي وراها. بيقول لك في السيمي كوندكتور ماتيريال الاتومز بتبقى مربوطه بانه نوع روابط؟ احنا خدناها 50 مره، ان بيكون في عندي الاس اي عندها 4 في المستوى الخارجي، وبتقوم معاها اس اي فوق كده مع عندها برضه 4 في المستوى الخارجي، هنا اس اي عندها 4 في المستوى الخارجي، اس اي نفس الحوار، اس اي تحت عندها نفس الحوار، المهم ان ده بيعمل رابطه كده اهو، شارك مع اللي فوق بواحد، مع اللي جنبها ده بواحد، ومع اللي جنبها بواحد، ومع اللي تحتها بواحد، يبدو وكانها عندها في الاخر كام؟ الذره اللي في النص دي عندها 8 الكترونات، يبقى وكانها مستقره، ولكن هي مش مستقره ولا هي مش عندها 8 ولا حاجه، هي مشاركه مع كل ذره بواحد عشان تحس بالاستقرار، فده بنسميه مشاركه، يعني ايه؟ يبقى رابطه تساهميه يعني كوفيلنت، يبقى الاجابه كوفيلنت هي دي. الماتيريال اللي ارينج اتوم اللي عندها ذرات مرتبه في 3 دي اري في شكل ثلاثي ابعاد في مصفوفه ثلاثيه الابعاد، اي حاجه فيها نظام منظمه يعني كريستالاين، المنظمه او متى اطلق النظام فهو يراد به اي الكريستالاين، لكن الامورفس دي اللي هي غير منظمه تماما، البولي كريستالاين يعني منظمه في حتت في سيكشنز، كل سيكشن منظم والتاني بشكل معين، فاهم؟ فلو جت كلمه سيكشنز يبقى المقصود بيها بولي كريستالاين، لو قال انها غير منظمه خالص يبقى امورفس، وده ما قالوش هنا، والامورفس اصلا هي النون كريستال، ده يعرفك ان الاثنين دول مش هم الاختيار يعني. ايه الماتيريال بقى اللي عندها نو ريكوجنيزبل يعني لونج رينج اوردر، اللي ما عندهاش اي نظام ملحوظ يعني يمكن رؤيته، ريكوجنيزبل او اللي هو ريكوجنيزبل اللي هي قابل للتعرف يعني حاجه يمكن التعرف عليها، شيء مش ملحوظ، الاوردر اللي فيها النظام اللي موجود جواها لا يمكن ان يرى، نظام على مستوى ضيق جدا يعني وكانها عشوائيه يعني المربع ايه؟ نون كريستالاين او اللي هي الامورفس يعني، الاثنين صح. نيجي على السؤال التالي، ده مش محتاج حتى نروح هناك. بيقول لك في حاله البادي سنتر بيكون في كام ذره، وفي حاله الفريس الفيس سنتر بيكون في كام ذره؟ البادي في 8 تتمان على الكورنرز وواحده في النص، يبقى 8 تتمان يعني 8 في توم، واللي في النص يبقى واحده زياده يبقى 2، يبقى 2 اتومز. وفي حاله الفيس في 6 اتومز على الفيسز و8 على الاي على الكورنرز، يبقى 8 على الكورنرز مديني 8 تتمان، والسته فيسز مديني 6 ايه 6 انصاص، يبقى 6 في نص زائد 8 في توم يدي لك 4، يبقى 4 اتومز، ده محفوظ يعني عملناه كذا مره. نيجي على السؤال بقى بتاع ترو فولس عشان نخلص كده حلقه بسيطه خفيفه كده زي الفل، بس ركز عشان الحاجات دي هتجي لك صدقني. بيقول لك الماتيريال اللي عندها كريستالاين سب سيكشنز يعني متقسمه ازاي؟ يعني جواها حتت منتظمه وحتت تانية منتظمه، بس كل واحده منتظمه بشكل، كل واحده بشكل معين، دي مثلا الاتومز عامله كده، الثاني الاتومز عامله كده، فتلاقي شكل في نظام قوي لكن في سيكشنز داخليه يعني مكونه من كريستالاين على كريستالاين على كريستالاين، يعني اسمها بولي كريستالاين. هل دي بنسميها الامورفوس؟ قال لك لا، بنسميها البولي كريستالاين. يبقى انت اجابتك غلط، يبقى الاجابه يبقى الاجابه فولس، الاجابه الصح هي بولي كريستالاين. كريستالاين البوند اللي بتحصل ما بين اتومز نتيجه الشيرنج اوف فيرنس الكترون، ان احنا نشارك الكترونات التكافؤ، نشارك مش نتبرع بيها تبرع تام، مش نعملها ترانسفيرنج، لا نشارك بيها، ده اسمه كوفيلنت. هو بيقول لك زي ما قلت لك، قول له لا اسمها كوفيلنت، الرابطه التساهميه.
في الصوديوم كلورايد في ال NaCl الاتومز دي مربوطه بنوع ايونيك. ايوه ده صح. ايونيك ليه؟ ال Na عنده واحد زايد وال Cl محتاج واحد، فاللي عنده واحد زايد هيديه اللي عنده هيتحول لموجب عنده الكترون كده، يقوم متبرع بيه لمين؟ للي محتاج الكترون عشان اللي هو ال Cl يعني، عشان تكون الايه الغلاف الخارجي اللي فيه 7 تخليه 8، يبقى ده اكتمل وده اتبرع باللي كان عامل له ايه وجع دماغ، فاللي فاضل دلوقتي هو المستوى الداخلي ابو 8، فالاثنين وصلوا لحاله الاستقرار، يبقى ايوه فعلا ايونيك. في السيليكون الاتومز مربوطه بالميتاليك بوند، السيليكون لا السيليكون معروف قلت لك اس اي فوقيها اس اي فوقيها اس اي بالمنظر ده لو انت فاكر اللي شرحناه في اول منهج. فالترابط هنا عن طريق الذرات الايه الروابط الايه التساهميه الكوفيلنت مش ميتاليك يا فولز. في الكبر الترابط بيكون كوفيلنت، تقول له لا ميتاليك. ليه بقى الكبر؟ الكبر عنده في الغلاف الخارجي يا اما الكترون لا الكترونين، ده صح وده صح على فكره، يعني ليه اكتر من تكافؤ. حلو، لو عنده ده او ده في الحالتين هيعمل بيهم ايه؟ هيعمل زي صوديوم كده يتبرع بيه، وسي يو ثانيه يعني ذره نحاس ثانيه تتبرع بالالكترون هي كمان وترميه، والثانيه هتتبرع بالالكترون هي كمان، ويحصل سحابه الكترونات ويتكون عدد من البوزيتيف ايونز. سحابه الالكترونات ترتبط مع البوزيتيف ايونز دي تتماسك معاها ويحصل اتراكشن فورسز ويتكون ايه ما يعرف بالرابطه الفلزيه او الميتاليك بوند. يبقى النحاس او اي ماده احاديه او ثنائيه او ثلاثيه بتكون ميتاليك بونز لو اتحطت لوحدها، وهو ما قالكش ان معاها حاجه اتحطت لوحدها صح كده. طيب بس كده. طب ليه السيليكون ما كونتش رابطه ميتاليك او ايونيك حتى؟ ليه كونت كوفيلنت؟ لان هي عندها 4 في المستوى الخارجي، فعشان تسبب ان 4 يسيبوا اماكنهم ويتحرروا ده محتاج طاقه عاليه جدا، وده شرحناه بالتفصيل في الشرح يعني. كده خلصنا وخلصنا اسئله الشابتر الرابع، كده مش حل على الشابتر الخامس، كده مش حل عليه حاجه ثانيه غالبا. فربنا معاك بقى، وان شاء الله لو لقيت وقت ارجع اجيب شيت 3 واحله ان شاء الله. ونختم كالعاده بخاتمة السعادة، وابتغي فيما أتاك الله في الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. دعواتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.